وأنت تكتب عن ذكريات لا يمحوها الزمن، سجل أنك عراقي ورقم جوازك لا يذكر أمام ثقل التاريخ ولا باتساع الجغرافيا. 7 دول عربية تتذيل قائمة أضعف جوازات السفر بتصنيف من مؤشر هنلي للجوازات يذكر اسم العراق من بينها. والتصنيف الجديد عبارة عن ترتيب تنازلي للدول حسب جوازات السفر التي تتيح لحاملها دخول عدد أكبر من الدول دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة مسبقة. في ذيل القوائم وآخر صف بين الصفوف وآخر رقم يغيب عن العالم هو جواز سفر عراقي تحمله اليوم بلا أمل أو تزيد الغرابة وحالة من الجنون مثل هذا التناقض. تناقض لا يرى إلا في العراق، دولة النفط والمال تخسر تصنيف العالم أجمع. وقد ضربوا في الصميم خاصرة الوطن المكلوم، أو أنه الجواز المستهدف بأرضه وأمنه وشعبه واقتصاده. الاقتصاد المتآكل عن بكرة أبيه، والأمن الغائب عن بيوت العراقيين، والحكومة التي تواجه تيارات انجسام كي تنقذ سيادة الدولة، على أمل أن يعود جواز السفر العراقي بمكانته كما كان وكما كان العراق.